فوزه في انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ينظم المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتارودانت المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل. هذا الحفل الذي هو عربون محبة لجميع مناضلات ومناضلي الفرع المحلي لتارودانت عن الثقة التي وضعوها في ممثليهم باللجان الثنائية، والتي بالمناسبة تم الضفر بستة مقاعد المخصصة لمحلية تارودانت وهي بنسبة 100%، علاوة على الاكتساح الذي حققته النقابة الديمقراطية للعدل وطنيا بنسبة 81.8% بمجموع 73 مقاعد في القطاع. وبالمناسبة فدور لجان ثنائية أعضاء على المستوى الإداري هو والوقوف بجانب موظف هيئة كتابة الضبط وتمثيله أمام الإدارة في شتى المجالات بمقتضى قانون الوظيفة العمومية لظاهرة 58 وكذا المرسوم ديال سنة 59 الذي ينظم عمل اللجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء من حيث متابعة المسار المهني للموظف منذ التعيين ثم الانتقال ثم الترسيم ثم مناقشة ملفه الإداري إن كان هناك تأديب أو إذا اقتضت ضرورة المصلحة إحالته الموكل على التقاعد. فالدور لهذه اللجان هو الدفاع عن حقوق الموظف وكرامته. وبهذه المناسبة نشكر جميع موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط محليا على الثقة التي وضعوا فينا، وسنكون إن شاء الله عند حسن ظنهم وبتضافر الجهود لا يسعنا إلا أن نكون في المستوى ويكون همنا هو الموظف أولا وأخيرا. ودامت النقابة الديمقراطية للعدل صامدة مناضلة. شكرا لكم جزيلا.